وهنعود مرة أخرى مع ضيفي دكتور أسامة السعيد. دكتور أسامة، يعني من خلال كلام مراسلينا أشاروا النقطة مهمة جدا، فكرة التنوع اللي موجود في الناخبين، ما نقدرش نقول إن في فصيل معين غالب على فصيل آخر. حضرتك شايف إن إزاي الدولة استطاعت خلال الفترة اللي فاتت إنها ترضي جميع الأطراف، فبالتالي تحصد ثمار هذا إنه اليوم من خلال الصورة اللي احنا شايفينها؟ لأنه ببساطة هذه الدولة انحازت للمواطن منذ البداية، كان شعار الدولة هو المواطن أولا، وبالتالي كل المشروعات سواء المشروعات التنموية أو المشروعات الاقتصادية أو الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي هدفه في الأساس كان المواطن، وبالتالي هذا المواطن بكل تنوعاته أدرك إنه بقاء هذه الدولة واستقرار هذه الدولة يمثل مصلحة شخصية بالنسبة له. ليه؟ لأنه في النهاية كل الفئات استطاعت أن تحصد ثمار الاستقرار وثمار التنمية اللي بدأتها دولة 30 يونيو، وبدأ هذا المشروع الوطني للبناء والتنمية. وبالتالي كل مواطن الآن يدرك تماما أن بقاء هذه الدولة يمثل مصلحة بالنسبة له. النقطة الثانية الوضوح المسار السياسي للدولة، بمعنى أن الدولة لديها منذ البداية مسار سياسي واضح ورؤية واضحة لتمكين المرأة، تمكين الشباب، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الانحياز الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. كل هذه الفئات الآن ترد الجميل للدولة المصرية، كل هذه الفئات الآن تنزل لأنها ترى أن وجود هذه الدولة وبقاء هذه الدولة واستقرار هذه الدولة يمثل إضافة بالنسبة إليهم. مفيش فئة يعني حاسس أنها سقطت من اهتمامات الدولة. أنا رأيي أنه كان هناك نوع من أنواع العدالة التنموية، نوع من أنواع العدالة في التعامل مع طبقات المجتمع حتى بالتوزيع الجغرافي. إذا ما رأينا مثلا مشروعات التنمية في الصعيد، مشروعات التنمية في سيناء، مشروعات التنمية في الدلتا، في المحافظات، هتجدي نوع من أنواع العدالة في توزيع ثمار التنمية، وده أيضا له انعكاس. النهاردة ما بنتكلمش على محافظات أكثر إقبالا زي ما كنا تاريخيا بنتكلم أنه بعض المحافظات أكثر إقبالا من محافظة أخرى، لا، الحقيقة كله بينزل، كله بيشارك، كله شايف أن عليه دور في إبقاء استقرار والحفاظ على استقرار هذه الدولة. أنا عجبني جدا من حضرتك مصطلح العدالة التنموية، وده يمكن زي ما حضرتك ذكرت أنها الدولة بتجني ثماره النهاردة. وبالفعل إحنا من خلال متابعتنا للمشاهد على مدار اليومين السابقين واللي طبعا إن شاء الله هنشوفها النهاردة، وجدنا إقبال كبير قوي تحديدا في سيناء والصعيد. يمكن ليه بذكرهم المحافظتين دول؟ لأن هم كانوا على مدار تاريخ مصر دايما لما نيجي نتكلم عن مصر كلها باستثناء المحافظتين دول أو المنطقتين دول. فبالتالي لما إحنا النهاردة بنتكلم عن تصدرهم المشهد، حضور طاغي من كل الفئات، حتى المرأة السيناوية كانت موجودة بقوة. حضرتك شايف إن إزاي الدولة قدرت تعمل المعادلة دي على مدار الفترة السابقة؟ لأن زي ما قلنا كان في رؤية واضحة لإن التنمية تصل إلى كل مواطن أينما كان بدون تفرقة وبدون تهميش. والحقيقة إن المنطقتين دول تحديدا بنتكلم على الصعيد وسيناء فعلا عانوا من التهميش لعقود طويلة. لأول مرة نرى الدولة المصرية تعود بهذه القوة إلى هذه المناطق المهمشة كانت في عهد دولة 30 يونيو في خلال السنوات العشرة الماضية. حجم الإنفاق الاستثماري اللي أنفقته الدولة المصرية، إحنا بنتكلم مثلا على سيناء 600 مليار جنيه، بنتكلم على إنفاق غير مسبوق. النهاردة الحياة في سيناء كلها تغيرت، النهاردة بنتكلم على إطلاق المرحلة الثانية من تنمية مشروع تنمية سيناء بمشروعات تتجاوز في 5 سنوات حوالي أو يقترب من 400 مليار، يعني بنتكلم على تقريبا 1000 مليار جنيه هيتصرفوا فقط في سيناء، ودي هتنقل الحياة فيها نقلة تانية خالص. شفنا الصعيد حجم الإنشاءات وحجم المشروعات وحجم التنمية اللي تمت فيه. فالنهاردة المواطن بيستشعر أن هذه الدولة هي التي سعت إليه، هي التي جاءت إليه، هي التي قدمت له الخدمات التي ظل محروما منها لسنوات طويلة، وبالتالي بيشعر أنه عليه بقى واجب، عليه التزام تجاه هذه الدولة للحفاظ عليها. وبالتالي الكثافة اللي شفناها في الصعيد وفي سيناء كثافة مبررة. هل هكون يعني كلامي مظبوط لو قلت لحضرتك أنه هو كمان هو خايف أن المكتسبات اللي حصلت ليه على مدار السنوات السابقة أنها تقل أو تضيع منه طبعا. فنزل يقول يعني إحنا حابين نكمل، إحنا لسه محتاجين، إحنا لسه حابين نكمل أكيد. ولا فقط أنه هو خلينا نتفق أن في وعي سياسي كبير جدا على مدار السنوات السابقة من الأحزاب وطبعا من المشاركات السياسية والحزبية الكثيرة، أي منهم ولا ده خاطب الفئات كلها؟
الحقيقة الاثنين، لكن فيما يتعلق تحديدا ببعض المناطق اللي كانت مهمشة، لا أنا رأيي أنه انحيازهم الواضح أو دافعهم الأول للنزول بهذه الكثافة هو انحيازهم للدولة، انحيازهم لبقاء هذا المشروع، انحيازهم للمصلحة العامة التي تحققت بوجود هذه الدولة المستقرة. وبالتالي صحيح أنه في بقى عندنا الحمد لله، ودي برضو من المؤشرات الإيجابية، ماكينات حشد حزبية مهمة جدا من الأحزاب طبعا، وده دور كويس، لكن في النهاية أنا في رأيي رغم أهمية الدور الحزبي، لكن أنا رأيي أنه الاندفاع الفطري للمواطن المصري غير المسيس غير المنتمي لأحزاب، لا هو نازل عشان شايف أنه بقاء هذا المشروع يمثل مصلحة بالنسبة له، وأنه فعلا زي ما حضرتك بتقولي هو خايف أنه لو حصل أي ارتباك أو أي اضطراب أنه ده ما يحصلش على نفس المزايا، وبالتالي هو نازل النهاردة يحافظ على أكل عيشه، هو نازل يحافظ على مكان ابنه اللي في المدرسة، هو نازل يحافظ على سرير في المستشفى، هو نازل يحافظ على حوافز اجتماعية بيحصل عليها، هو نازل يحافظ على حالة اقتصادية يعني قابلة للتنمية وقابلة للنمو وتعويض كتير من المشاكل اللي احنا واجهناها في الفترة الأخيرة، هو نازل النهاردة عشان يحافظ على فرصة عمل لأولاده، وبالتالي هو شايف انه هذه الدولة أصبحت بالنسبة له مصلحة، بقاء هذه الدولة واستقرار هذه الدولة شايف انها بتعود عليه بشكل مباشر بالنفع، وبالتالي هذه الكثافة التصويتية، هذا الاندفاع انا في رأيي هو دعم للدولة، بالإضافة طبعا لأبعاد اخرى لها علاقة بالتحديات الاستراتيجية للدولة، واحنا شايفين طبعا اللي بيحصل في غزة، نعم. فأعتقد ان ده كمان في وعي وفي وجدان المواطن المصري انه نازل بيثبت اركان الدولة المصرية من خلال مشاركته في العملية السياسية. طيب يمكن اللي احنا حضرتك ذكرته دلوقتي ربما يخص بشكل كبير المواطن البسيط المستفيد من مبادرات الدولة والعملية التنموية اللي بتقوم بها الدولة، ولكن في قطاع مهم آخر وهو القطاع الحزبي أو القطاع السياسي المهتم بالعملية السياسية والعدالة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، ومعظمهم بيكون بينتمي لأحزاب سياسية. حضرتك شايف إن إزاي على مدار الفترة السابقة وشفنا أعداد من الأحزاب اللي تم تأسيسها في السنوات السابقة كبيرة جدا واللي ختمت بالحوار الوطني ومساحات المشتركة اللي خلقها الحوار الوطني على الرغم من اختلاف الأيديولوجيات الفكرية لهذه الأحزاب، إزاي كمان قدرت الدولة ترضي هذا الفصيل المهم جدا اللي طبعا ليه تأثير؟ يعني أولا بشكرك أن أنت أشرتي لتجربة الحوار الوطني، لأن دي تجربة برضو مهمة وعامل من العوامل اللي صنعت المشهد اللي احنا شايفينه النهاردة، حالة الانفتاح في المجال العام المصري، حالة الحوار السياسي، حالة الحراك اللي حصلت خلال جلسات الحوار الوطني أكدت أنه هذه الدولة لديها الإرادة السياسية للانفتاح على الجميع، أنها تريد أن يساهم الجميع ويشارك الجميع في صنع الجمهورية الجديدة، وبالتالي ده زود مصداقية الحياة السياسية لدى كثير من النخب. يمكن كنا زي ما حضرتك بتقول احنا بنتكلم على المواطن العادي، طيب النخب بقى السياسية والنخب الثقافية والنخب العلمية دول شايفين الأمر إزاي؟ هم شايفين أنه حالة الاستقرار السياسي أيضا وحالة الإصلاح السياسي هي مكتسب مهم، وبالتالي احنا شايفين دول كتير حوالينا حتى هذه اللحظة بقى لها 10 سنين مش عارفين ينشئ حكومة أو يعملوا انتخابات، مش عارفين يعملوا انتخابات، وبالتالي لما يكون انت عندك 3 انتخابات رئاسية في ظرف 10 سنين ده مؤشر مهم جدا على حالة الاستقرار السياسي اللي موجودة. النقطة الثانية وده في رأيي أيضا مؤشر مهم، مصداقية الدولة، مصداقية الدولة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، في منح الفرصة لكل فصيل وطني في التعبير عن رأيه وتقديم رؤيته لبناء الدولة الجديدة. النقطة الأهم في تقديري كمان جدية الدولة في إرساء التجارب السياسية.